بالفيديو السابق شرحنا الدايركت سبستيتيوشن اول واهم طريقة لايجاد الليميتس، وقلنا ان نعوض بقيمة الايه المطلوب حساب الليميت عندها في الفانكشن. اذا الناتج قيمة تنتمي للريال نمبرز، اذا الليميت يساوي القيمة اللي طلعت لنا، والسؤال ده اذا طلعت احد صيغ الانديتيرمينت فورمز ندور على طريقة اخرى، تكنيك اخر لايجاد الليميت. اول هذه الطرق واهمها بعد الدايركت سبستيتيوشن هو الفاكتورايزيشن، تحليل البسط وتحليل المقام. عندنا قاعدة بتقول لو ال f of x تساوي ال g of x دايما فيما عدا ان ال x تساوي ايه، يعني لما ال x لا تساوي ايه بخلاف النقطة دي، ال f of x تساوي g of x، then limit ال f of x يساوي نفس limit ال g of x بشرط ان الليميتس اكزيست. لو ليميت الاف اوف اكس موجود وليميت الجي اوف اكس موجود، مشكلتنا ان الاف اوف اكس عندها صفر في المقام وفي الغالب صيغه 0 اوفر 0، وعندنا الجي اوف اكس نفس الاف اوف اكس بعد ما نكنسل قيم من البسط والمقام اللي بتعطى صفر. لو حسبنا الجي اوف اكس او ليميت الجي اوف اكس هيكون نفس ليميت الاف اوف اكس اللي كانت بتديني 0 اوفر 0. نشوف مثال يقول فايند ليميت اكس سكوير ماينس 1 تقسيم اكس ماينس 1 وين اكس ابروتشز 1. الاول نبدا بالدايركت سبستيتيوشن، هنقول ان الليميت ايكوالز 1 سكوير ماينس 1 اوفر 1 ماينس 1، ده دايركت سبستيتيوشن بقيمه الاكس المطلوب عندها الليميت، فطلع 0 في البسط و0 في المقام. الصيغه دي انديتيرمينت فورم، لذلك لابد ندور على تكنيك اخر يدينا قيمه الليميت عند ال1 في حالتنا. التكنيك قلنا عليه هو الفاكتورايزيشن، يعني نحلل البسط ونحلل المقام. هنقول ان الليميت when x approaches 1 ل x سكوير ماينس 1 تقسيم x ماينس 1 equals limit when x approaches 1. لو حللت البسط فرق بين مربعين x ماينس 1 و x بلس 1، المقام لسه فيه x ماينس 1. لو شطبنا من البسط x ماينس 1 مع قوس x ماينس 1 من المقام هيطلع لنا limit لفانكشن جديدة اللي هي في حالتنا كأنها g of x، كان عندنا f of x اللي هي x سكوير ماينس 1 على x ماينس 1، طلع لنا limit لفانكشن جديدة اللي هو x بلس 1. يبقى الجي اوف اكس دي فانكشن جديده تختلف عن الاف اوف اكس اللي هي كانت اكس سكوير ماينس 1 على اكس ماينس 1، ما فيهاش صفر للمقام، بولينوميال كل القيم مسموح نعوض بيها. اقول ايكوالز اكس ب 1 يبقى 1 بلس 1 الناتج 2، يبقى ليميت الاف اوف اكس ايكوالز 2 مع ان لما نعوض ب1 يطلع 0 اوفر 0 انديتيرمينت فورم، لكن لما عملنا فاكتورايزيشن للبسط وكنسلنا الاقواس المتشابهه من البسط والمقام طلعت لنا فانكشن جديده اللي هي كانها جي اوف اكس بخلاف الاف اوف اكس الجيفن. ليميت الجي اوف اكس اللي حسبناه ب2 ممكن نعطيه للاف اوف اكس، نقول ليميت الاف اوف اكس ايكوالز 2. ليه؟ لان قيم الفانكشن اف اوف اكس وجي اوف اكس متساويه عند جميع القيم ما عدا الايه في حالتنا ال1،
نكنسل اللي خلى الفانكشن اف تطلع indeterminate form، هيتبقى لنا الجي اوف اكس، نعوض بيها direct substitution يطلع لنا الناتج. يبقى اول طريقة الفاكتورايزيشن، او اول تكنيك الفاكتورايزيشن نستخدمه او نحاول نستخدمه اذا الدايركت سبستيتيوشن ادانا indeterminate form. هنشوف بعض التمارين على الفاكتورايزيشن نعمق بيها فهمنا للطريقة. تدريب على استخدام الفاكتورايزيشن لإيجاد ليميت، بيقول evaluate the limit if it exists، ومديني function بيقول لي لما t approaches 4. الخطوة الأولى لأي سؤال ليميت هو الدايركت سبستيتيوشن. الليميت هيساوي، نعوض بالقيمة اللي طلبها اللي هي 4 في حالتنا، 2 times 4 minus 8 تقسيم 4 minus 4 equals في البسط 16 minus 8 minus 8 يعني 16 minus 16 تقسيم 4 minus 4 يعني اداني 0 over 0 وده indeterminate form. ندور على تكنيك اخر لايجاد الليمت، نحاول بالفاكتورايزيشن بعد دايركت سبستيتيوشن، يعني نحلل البسط او المقام لو في امكانيه ونكنسل الاقواس اللي بتديني زيرو المقام. تعالوا نحلل ونشوف اذا ممكن نستفيد من الفاكتورايزيشن تي وتي في المقام تي ماينس 4 ما نقدرش نحلله. في البسط عندنا 8 فعايزين رقمين حاصل ضربهم 8 والفرق بينهم 2 يبقى 2 4. إشارة الوسط سالبة يبقى السالب مع ال 4 والبوزيتيف مع ال 2. لو ضربنا كده 2 تي وكده نيجاتيف 4 تي، الفرق نيجاتيف 2 تي زي الوسط. كده نقدر نشطب تي ماينس 4 مع تي ماينس 4 فالليمت يطلع لنا ليمت لفانكشن اخرى فيها تي بلس 2 فقط وما فيهاش اللي يديني صفر المقام. اقدر اعوض تعويض مباشر لان بولينوميال كل الارقام متاح ان احنا نعوض بيها 4 بلس 2 اذا الليمت ايكوالز 6. حسبنا ليمت الفانكشن اللي هي تي بلس 2 كانها جي اوف اكس واديناه للفانكشن بتاعتنا اللي هي اف اوف اكس اللي كان التعويض فيها يديني صفر في المقام وصفر في البسط indeterminate form. ولكن لما عملنا factorization للبسط وكنسلنا الأقواس اللي تخلي المقام والبسط بصفر طلع لنا polynomial نقدر نعوض فيها بأي قيمة، ادتني قيمة الليمت 6 وبالتالي قيمة الليمت للفانكشن الأصلية هو 6. تدريب على استخدام الفاكتورايزيشن لإيجاد ليميت، evaluate the limit if it exists وطالب ليميت x سكوير بلس 3x تقسيم x سكوير ماينس x ماينس 12 when x approaches negative 3. واتفقنا ان اول خطوة نعملها لإيجاد الليميت هو الدايركت سبستيتيوشن، نقول ان الليميت هيساوي لو بالدايركت سبستيتيوشن نيجاتيف 3 سكوير بلس 3 تايمز نيجاتيف 3 في البسط في المقام نيجاتيف 3 سكوير نيجاتيف في نيجاتيف 3 ماينس 12 ايكوالز في البسط نيجاتيف 3 سكوير ب 9 3 تايمز نيجاتيف 3
يديني ماينس 9، وفي المقام 9 ماينس في نيجاتيف يبقى بلس 3 ماينس 12 يبقى 0 في البسط و0 في المقام. اذا indeterminate form او indeterminate expression. نحاول نشوف تكنيك طالما 0 over 0 ان احنا نشيل الاصفار من البسط والمقام ونشوف فانكشن جديده ما يكونش فيها اصفار ما يدينيش 0 over 0. نستخدم الفاكتورايزيشن دي، ده اول تكنيك احاول استخدمه بعد الدايركت سبستيتيوشن. نقول ان الليميت هيساوي x approaches negative 3. في البسطة عندنا x square plus 3x، ممكن ناخد x common factor يتبقى x plus 3. في المقام عندنا x square minus x minus 12 يبقى x و x، عايزين رقمين حاصل ضربهم 12 والفرق بينهم 1 يبقى 3 و 4. إشارة الوسط سالب نحطها مع ال 4 يبقى بلس 3. لو ضربنا 3 في x يدينا 3x، x في نيجاتيف 4 بنيجاتيف 4x يبقى الفرق نيجاتيف x. دلوقتي نقدر نشطب الأقواس المتشابهة من البسط والمقام x بلس 3 مع x بلس 3 يديني فانكشن جديدة مفهاش الأقواس اللي بتخلي المقام والبسط 0 over 0. هيبقى limit x over x minus 4 when x approaches negative 3. نلاحظ ان دي فانكشن جديدة في حالتنا كأنها g of x. طبعا مش لازم تكتب الكلام ده، الفانكشن الأصلية f of x كان التعويض فيها بالقيمة المطلوبة يديني 0 over 0 indeterminate form. لما كنسلنا الأقواس من البسط والمقام اللي تخلي البسط والمقام equals to 0 حصلنا على فانكشن جديدة rational function نقدر نعوض فيها بالقيمة المطلوبة اللي هي نيجاتيف 3، فالبسط ما فيهوش 0 والمقام نيجاتيف 3 ماينس 4 ما فيش 0، وبالتالي في البسط نيجاتيف 3 وفي المقام نيجاتيف 7. نكنسل النيجاتيف مع النيجاتيف يبقى الجواب 3 اوفر 7. يبقى زي ما الجي اوف اكس الليميت بتاعها 3 of 7، أيضا ال f of x الليميت بتاعها 3 of 7 at x equals negative 3. طالما قدرنا نعمل factorization ونكنسل الأقواس اللي خلت البسط والمقام 0 over 0. تدريب لكيفية استخدام الفاكتورايزيشن لتسهيل إيجاد ليميت. مديني ليميت الفانكشن مبينة when x approaches 4. نبدأ بالدايركت substitution، نعوض بال 4 في الفانكشن هيديني 4 سكوير بلس 3 تايمز 4 تقسيم 4 سكوير ماينس 4 ماينس 12. في البسط 16 بلس 12، في المقام 16 ماينس 16 يعني في البسط 28 وفي المقام 0. بما ان الدايركت سبستيتيوشن كونستانت اوفر سي دايما يديني يا بوزيتيف يا نيجاتيف انفينيتي. طبعا ممكن نكتب على الليميت داز نوت اكزيست ونتوقف، ولكن يعني اغلب المصححين بيفضلوا انك تكتب يا اما بوزيتيف انفينيتي او نيجاتيف انفينيتي او داز نوت اكزيست. فلابد نحسب مره من جهه اليسار يسار الفور ومره من جهه يمين الفور. بس قبل ما احسب الفاكتورايزيشن يسهل لي
طريقة التعويض، فأقول إن ليميت الفانكشن هاخد كومن فاكتور في الباست اكس، يتبقى اكس بلس 3، وفي المقام اقدر اعمل فاكتورايزيشن قوسين اكس واكس، حاصل ضرب رقمين 12 والفرق 1 يبقى 3 و4. اشارة الوسط سالب، بحط السالب مع الفور وبلس مع الثري عشان نتأكد 3x ماينس 4x الفرق ماينس 1x زي ما موجود في الإيكويشن. أقدر دلوقتي أشيل الأقواس المتشابهة لتسهيل التعويض. هل هيديني ناتج جديد خلاف كونستانت على زيرو؟ لا طبعا، نفس الناتج عندنا x تقسيم x ماينس 4 ليميت اكس في البسط وفي المقام اكس ماينس 4 لما الاكس ابروتشز 4، في المقام ستيل 0 وفي البسط 4 اللي هو كونستانت. لكن اسهل في تحديد الليميت هل هو بوزيتيف انفينيتي او نيجاتيف انفينيتي. اللينير ايكويشن التعامل معاها اسهل من الكوادراتيك ايكويشن. محتاجين نحسب ليميت الاكس تقسيم اكس ماينس 4 لما الاكس تقترب من الفور من جهة اليسار مرة، ونحسب ليميت الاكس تقسيم اكس ماينس 4 لما الاكس تقترب من الفور من جهة اليمين. نعوض في البسط 4 في المقام 4 نيجاتيف يعني اقل من الفور شويه، فلما اشيل منها 4 يطلع لي قيمه نيجاتيف، قيمه نيجاتيف صغيره للغايه قريبه من الصفر، ف4 على 0 نيجاتيف، بوزيتيف على نيجاتيف، نيجاتيف انفينيتي. من جهه اليمين 4 تقسيم 4 بوزيتيف اكبر من الفور شويه 4.01 مثلا ماينس 4، ففي البسط بوزيتيف وفي المقام هيبقى 0 بوزيتيف، فبوزيتيف انفينيتي. لو الاثنين كانوا نفس الساين نيجاتيف انفينيتي كنا قلنا ان الليميت ايكوالز نيجاتيف انفينيتي، ولو الاثنين بوزيتيف انفينيتي كنا قلنا الليميت بوزيتيف انفينيتي. ولكن طالما الساين اختلف اذا الليميت does not exist. في السؤال بس وضحنا ان الفاكتورايزيشن بيسهل التعامل مع الفانكشن بعد حذف الاقواس المشابهة. مثال استخدام الفاكتورايزيشن لايجاد ليميت فانكشن. evaluate the limit if it exists. اديني فانكشن when x approaches negative 2. اول خطوة لابد نعملها في كل سؤال ليميت، نحسب قيمة الفانكشن عند الجيفن فاليو. إذا طلعت قيمة تنتمي للريال نمبر يبقى الليميت يساوي نفس القيمة اللي طلعت معانا. إذا طلعت انديترمينت فورم ندور على تكنيك يساعدنا في إيجاد الليميت. في البسط نيجاتيف 2 سكوير ماينس نيجاتيف 2 ماينس 6، في المقام 3 تايمز نيجاتيف 2 سكوير بلس 5 تايمز نيجاتيف 2 ماينس 2 ايكوالز، في البسط نيجاتيف 2 سكوير 4 ماينس في نيجاتيف 2 يبقى بلس 2 ماينس 6، في المقام 3 تايمز نيجاتيف 2 سكوير ب 4 يبقى 12، 5 تايمز نيجاتيف 2 ماينس 10 ماينس 2، في البسط 6 ماينس 6 وفي المقام 12 ماينس 12 0 اوفر 0
indeterminate form. يبقى لازم ندور على تكنيك يبسط ايجاد الليميت. هل ممكن نستخدم الفاكتورايزيشن؟ ده اول تكنيك نفكر فيه بعد الدايركت سبستيتيوشن. ممكن نحلل البسط او نحلل المقام في الشكل المبين، ممكن نحلل البسط والمقام معا. هقول ان الليميت when x approaches negative 2 البسط نقدر نعمل فاكتورايزيشن، والمقام كذلك. في البسط x سكوير يبقى x x، عايزين حاصل ضرب رقمين 6 والفرق 1 يبقى 2 و 3. إشارة الوسط ماينس تتحط مع 3 يبقى بلس 2. في المقام عندنا 3x سكوير يبقى 3x في x، في ماينس 2 الكونستانت يبقى مش عارفين مين الماينس ومين البلس، عايزين الفرق 5 بالبلس. طبعا ال 2 1 في 2 أو 2 في 1، عايزين فرق 5، فلو حطينا 2 يمين وحطينا معاها بلس يبقى بلس 6 x وماينس 1 x فالناتج بلس 5 x أو بوزيتيف 5 x زي الوسط. نقدر نشطب الأقواس المتشابهة اللي هي x بلس 2 و x بلس 2. ممكن نبسط الفانكشن لبسط في x ماينس 3 ومقام في 3x ماينس 1. هل لو عوضت هيطلع صفر في البسط أو صفر في المقام؟ نشوف. لما x approaches negative 2 هعوض بالنيجاتيف 2 في البسط وكذلك في المقام، 3 times negative 2 minus 1. البسط الداني negative 5، المقام الداني 3 times negative 2 يبقى negative 6 minus 1، يعني نيجاتيف 5 تقسيم نيجاتيف 7 او 5 اوفر 7. فجواب الليميت هو 5 اوفر 7. لما اختصرنا قوس من البسط مع قوس من المقام بعد الفاكتورايزيشن، قدرنا نعوض بالقيمه الجيفن اللي هي نيجاتيف 2. الناتج الداني قيمة معرفة تنتمي للريال نمبرز. لو سمينا الفانكشن دي جي اوف اكس، ده خارج الحل. الفانكشن الاصلية كان اسمها اف اوف اكس. لاحظنا ان الاف اوف اكس في البداية ادتني انديترمينت فورم، لكن لما استخدمنا الفاكتورايزيشن وكنسلنا الاقواس المتشابهة من البسط والمقام وعوضنا بالجيفن فاليو، ادتني قيمه معرفه تنتمي للريال نمبرز، وبالتالي قيمه الليمت للاف اوف اكس يساوي نفس قيمه الليمت للجي اوف اكس ات اكس ايكوالز نيجاتيف 2 بتساوي 5 اوفر 7. يبقى الفاكتورايزيشن ده تكنيك قوي بعد الدارك سبستيتيوشن مباشره نستخدمه ونحاول نوجد بيه الليمت. مثال لاستخدام الفاكتورايزيشن في ايجاد ليميت، ايفالويت ذا ليميت اف ات اكزيستس. مديني ليميت لفانكشن عند الاكس ابروتشز تو نيجاتيف 5، واتفقنا ان اول خطوه نعملها هو الدايركت سبستيتيوشن. نجيب قيمه الفانكشن عند الجيفن فاليو في البسط، عندنا 2 مضروبة في نيجاتيف 5 سكوير بلس 9 في نيجاتيف 5 ماينس 5. في المقام في x سكوير يعني نيجاتيف 5 سكوير
ماينس 25. البسط 2 تايمز 25 50، 5 تايمز نيجاتيف 5 ماينس 45 ماينس 5، في المقام في 25 ماينس 25. البسط 0 والمقام 0. إذن indeterminate form أو indeterminate expression. نبحث عن تكنيك يبسط لنا الحل. أول تكنيك نفكر فيه هو الفاكتورايزيشن بعد direct substitution. نحاول نحلل البسط، نحلل المقام، نكنسل الأقواس المتشابهة اللي بتخلي المقام والبسط زيروز. هتطلع لنا فانكشن جديده ما فيهاش 0 اوفر 0، نعوض فيها بالجيفن فاليو اللي هي نيجاتيف 5 يديني قيمه الليمت. تعالوا نحلل ليمت when x approaches نيجاتيف 5. البسط نحلله القوسين 2x و x. ال 5 ما تتحللش الا 1 تايمز 5، محتاجين بوزيتيف 9x في المنتصف اللي هو اللينير تيرم، فال 2 تايمز 5 يديني 10 ونطرح 1 يديني المطلوب، يبقى نيجاتيف x مع بوزيتيف 10x يديني بوزيتيف 9x. في المقام فرق بين مربعين، يعني x ماينس 5 في x بلس 5. نلاحظ ان القوس المشترك في البسط لو عوضت فيه بنيجاتيف 5، هنا x approaches to negative 5، لو عوضت بنيجاتيف 5 في القوس اليمين لو نيجاتيف 5 بلس 5 يديني 0، والقوس اللي تحت في المقام اللي هو x بلس 5 برضه هيديني 0. لكن لو كنسلناهم مع بعض اللي ساعدني في كده هو الفاكتورايزيشن، الباقي هيكون ليميت لفانكشن جديده 2x minus 1 تقسيم الx minus 5. طبعا تختلف عن الفانكشن الاصليه، لو الفانكشن الاصليه مثلا اسمها f of x، الفانكشن الجديده مثلا اسمها g of x، يختلفوا عن بعض ان هما متساويين في جميع القيم ما عدا at x equals negative 5، لان ال f of x مش معرفة عند negative 5، ال g of x معرفة عند ال g of x او g of negative 5. ال two functions are not equal. ليه؟ لان احنا شطبنا قوس مع قوس، واحدة فيهم غير معرفة عند negative 5، واحدة فيهم معرفة. ولكن القاعدة تقول ان طالما التو فانكشنز ار ايكوال في جميع القيم ما عدا نيجاتيف 5 او ما عدا قيمه محدده، يبقى الليميتس للتو فانكشنز متساوي عند هذه القيمه. ما يهمناش قيمه الاف اوف اكس وقيمه الجي اوف اكس عند نيجاتيف 5، يهمنا سلوك الداله حول النيجاتيف 5. اقدر اعوض مباشره بالنيجاتيف 5، هقول في البسط 2 تايمز نيجاتيف 5 ماينس 1، وفي المقام نيجاتيف 5 ماينس 5. البسط نيجاتيف 10 نيجاتيف ماينس 1 تقسيم، ممكن نقول نيجاتيف 5 وماينس 5 يبقى نيجاتيف 10، او نيجاتيف 11 تقسيم نيجاتيف 10، الجواب 11 تقسيم 10. ليميت الجي اوف اكس اللي ما فيهاش الاقواس اللي بتخلي البسط والمقام صفر ب 11 اوفر 10، وبالتالي ليميت الاف اوف اكس اللي كان فيها اقواس بتخلي البسط والمقام بزيروز وتخلي الناتج 0 اوفر 0 انفينيت فورم، قدرنا نحسب للجي اوف اكس نفس القيمه اللي حسبناها للجي اوف اكس، هي قيمه الليميت للاف اوف اكس. مثال لإيجاد ليميت باستخدام الفاكتورايزيشن
فرق بين مكعبين وفرق بين مربعين في نفس السؤال. evaluate the limit if it exists ل t cube minus 27 تقسيم t square minus 9 when t approaches 3. نبدأ بالدايركت سبستيتيوشن. ال f of 3 equals نشيل كل t ونحط مكانها 3 في المقام نفس الشيء. في البسط 27 minus 27 وفي المقام 9 minus 9 وبالتالي الجواب 0 over 0 indeterminate form. نبدأ نفكر مباشرة بالفاكتورايزيشن بعد الدايركت سبستيتيوشن. هل ممكن نعمل فاكتورايزيشن للبسط أو المقام؟ أيوه. limit t approaches 3 البسط فرق بين مكعبين يبقى الجذر التكعيبي الأول t الجذر التكعيبي لـ 27 3 القوس الثاني مربع الأول اللي هو t سكوير مربع الأخير اللي هو 9 بلس الأول في الثاني يعني الأول في الثاني بعكس الإشارة يبقى بلس 3t. في المقام فرق بين مربعين يبقى t ماينس 3 و t بلس 3. طلع قوس t ماينس 3 في البسط وزيه في المقام لو شلناهم مع بعض هما دول كانوا عاملين مشكلة كانوا عاملين الزيرو اوفر زيرو لأن لما بعوض بالثري يديني في البسط زيرو في المقام زيرو. فالجواب نفس ليميت لفانكشن تي سكوير بلس 3 تي بلس 9 تقسيم تي اوفر 3 وين تي ابروتشز 3 بعد ما شلنا القوسين. نعوض تعويض مباشر الآن فيطلع لنا 3 سكوير 3 تايمز 3 بلس 9 وتحت 3 بلس 3 في البسط 9 بلس 9 بلس 9 27 وفي المقام 3 بلس 3 6. ممكن نختصر 3 من البسط والمقام يطلع 9 اوفر 2. مثال لعمل فاكتورايزيشن لمجموع مكعبين بإيجاد قيمة ليميت. evaluate the limit if it exists لـu plus 1 تقسيم u cube plus 1 when u approaches negative 1. نبدأ بالدايركت سبستيتيوشن as first step نحسب قيمة الفانكشن عند negative 1. في البسط نشيل الـ u ونحط negative 1 نشيل الـ u من مقام negative 1 cube plus 1 نيجاتيف 1 بلس 1 0 في المقام نيجاتيف 1 كيوب نيجاتيف 1 بلس 1 0 indeterminate form. نبحث عن تكنيك لحل الليمت ونبدأ بالفاكتورايزيشن نحاول نحلل البسط أو المقام. في المقام في مجموع مكعبين فنقول إن ليمت يو approaches نيجاتيف 1 البسط فيه u بلس 1 والمقام الجذر التكعيبي للأول u الجذر التكعيبي للثاني 1 بنفس الإشارات مربع الأول مربع الأخير حاصل ضرب الأول في الثاني بإشارة معاكسة u ضرب 1 الإشارة هتبقى ماينس u. ظهر عندنا قوس في البسط وقوس في المقام نفس الشيء نشطبهم هما دول اللي كانوا بيعملوا لنا 0 اوفر 0. الباقي تعويض مباشر 1 في البسط المقام نيجاتيف 1 سكوير نيجاتيف نيجاتيف 1
بلس 1 نيجاتيف 1 سكوير ب 1 ماينس في نيجاتيف 1 ب 1 بلس 1 ايكوالز 1 اوفر 3. مثال لاستخدام الفاكتورايزيشن فرق بين مربعين، لما يكون احد المربعين عبارة عن قوس او كل من المربعين عبارة عن قوس وليس مجرد ترم واحد. evaluate the limit if it exists limit h minus 3 الكل سكوير minus 9 تقسيم h when h approaches to 0. الاول direct substitution كالمعتاد، نتأكد ان indeterminate form قبل ما ندور على تكنيك لحل السؤال. f of 0 نعوض بالزيرو هيبقى 0 minus 3 كل سكوير minus 9 تقسيم 0 9 لان negative 3 سكوير 9 minus 9 تقسيم 0 يبقى 0 over 0 indeterminate form. في البسط عندنا الكمية الأولى مربعة والكمية الثانية مربعة، فنقول limit h approaches to 0 ناخد جذر الأول اللي هو h minus 3 minus جذر الثاني، وفي القوس الثاني جذر الأول plus جذر الثاني تقسيم h يساوي، نبسط في القوس الأول h minus 3 minus 3 في القوس الثاني h minus 3 plus 3 تقسيم h. نبسط أكتر h minus 3 minus 3 يبقى h minus 6 h minus 3 plus 3 نضيع الماينس مع البلس يديني h وتحت h. دلوقتي ممكن نكنسل ال h مع ال h فالجواب نعوض بال h اللي هي 0 minus 6 الناتج negative 6. مثال لاستخدام الفاكتورايزيشن لإيجاد limit function مع ان الترم اللي فيه اكس هنعمله فاكتورايزيشن مش مرفوع لأس ايفن، ما هوش تربيع ولا أس اربعة، ومع ذلك هنشوف ان الفاكتورايزيشن يحل لنا مشكلة الانديفينيت فورم اللي هيطلع لنا. نبدأ بالدايركت سبستيتيوشن كالعادة ونجيب قيمة الفانكشن عند الناين، في البسط عندنا ناين ونعوض الاكس بناين، وفي المقام ثري ماينس سكوير روت لناين. ناين ماينس ناين بزيرو، ثري ماينس سكوير روت للناين بثري يعني ثري ماينس ثري زيرو، وبالتالي ده indefinite form. محتاجين ندور على تكنيك يحذف لي الصفر من البسط ومن المقام بحيث ننتهي لفانكشن جديدة ما يكونش فيها صفر في البسط وصفر في المقام. ممكن يكون صفر في مكان واحد فيهم، لو في المقام الفانكشن هتديني infinity positive او negative، ولو الصفر في البسط هتديني صفر. نحاول نستخدم الفاكتورايزيشن بعد الدايركت سبستيتيوشن كالعاده، فنقول ان ليميت ال 9 ماينس اكس تقسيم 3 ماينس سكوير روت اوف اكس وين اكس ابروتشز 9. ايه اللي خلانا نفكر نعمل فاكتورايزيشن؟
الثري اللي في المقام هي السكوير روت للناين اللي في البسط. السكوير روت اوف اكس اللي في المقام هي السكوير روت للاكس اللي في البسط. لو حللنا البسط لفرق بين مربعين هيديني قوسين 3 و 3، قوس نيجاتيف وقوس بوزيتيف، جذر الاكس في الحالتين. المقام ما تغيرش 3 ماينس سكوير روت اوف اكس. لو عوضنا ب 9 هنلاقي ان القوس اللي في البسط اللي على اليسار 3 ماينس 3 بزيرو، وفي المقام برضو بزيرو، ولكن القوسين متساويين. لو شلناهم مع بعض كأننا حذفنا الزيرو من البسط ومن المقام. هننتهي لليمت لفانكشن جديدة اللي هي 3 بلس سكوير روت اوف اكس وان اكس ابروتشز 9، ودي ما فيهاش مشكلة، دي عاملة زي جي اوف اكس فانكشن جديدة تساوي الاف اوف اكس اللي هي الاصلية في جميع القيم ما عدا الناين. التو فانكشنز متساويين في كل دومينهم ما عدا الناين. لو عوضنا الناين في الاف بيدينا 0 اوفر 0 انديفينيت فورم، ولو عوضناها في الجي اوف اكس هنلاقي ان مفيش مشكله 3 بلس سكوير روت اوف 9 يعني 3 بلس 3 ايكوالز 6. يبقى باستخدام الفاكتورايزيشن عرفنا نحذف مشكلة الصفر على صفر اللي في البسط مع المقام، وبسطنا الفانكشن نقدر نحسب لها الليمت اللي هو ب 6، فليمت الجي اوف اكس 6 وليمت الاف اوف اكس ب 6، لان التو فانكشنز ار ايكوال ما عدا ات 9 اللي هي بتخلي الفانكشن اف تديني انديفينيت فورم. مثال لليمت يمكن حله باستخدام الفاكتورايزيشن او باستخدام الكونجوجيت. في الفيديو الحالي هنحله باستخدام الفاكتورايزيشن. نبدا بالدايركت سبستيتيوشن، نجيب قيمه الفانكشن عند القيمه المطلوب ايجاد الليمت عندها اللي هي 16. البسط 4 ماينس سكوير روت 16، وفي المقام 16 تايمز 16 ماينس 16 سكوير. 4 ماينس سكوير روت 16 4 يعني 0، 16 سكوير ماينس 16 سكوير 0 انديترمينت فورم. وبالتالي لابد نبحث عن تكنيك لتبسيط شكل الفانكشن. ليميت وين اكس ابروتشز 16 ل 4 ماينس سكوير روت لاكس في المقام، الاكس متكرره في التو ترمز ممكن نطلعها كومن فاكتور، يتبقى 16 ماينس اكس. نلاحظ ان المقام اللي هو في 16 ماينس اكس يمكن تحليله لقوسين، اقدر اقول ايكوال ليميت اكس ابروتشز 16 في البسط في 4 ماينس سكوير روت لاكس في المقام. ال 16 تتحلل لفرق بين مربعين 4 ماينس سكوير روت اكس و 4 بلس سكوير روت اكس. ظهر في المقام قوس يساوي اللي موجود في البسط. طبعا 4 ماينس سكوير روت 16 يعني 4 ماينس 4 كانت 0 في البسط والمقام، ده اللي كان عمل لنا انديترمينت فورم. دلوقتي اقدر اعوض على طول في الفانكشن اللي ظهرت جديد اللي هي 1 في البسط المقام في 16 وداخل قوس 4 بلس سكوير روت 16 4 1 اوفر 16 تايمز 8 اللي هي 128. يبقى استخدمنا الفاكتورايزيشن في حل السؤال، هنشوف حله بطريقه اخرى في فيديو قادم. مثال لتكرار استخدام الفاكتورايزيشن في البسط مرة وفي المقام مرتين لإيجاد limit. evaluate the limit if it exists ومديني function when x approaches 2.
نبدأ بالدايركت سبستيتيوشن ونحسب قيمة الفانكشن عند التو. هنجد في البسط 2 سكوير ماينس 4 تايمز 2 بلس 4، في المقام 2 باور 4 ماينس 3 في 2 باور 2 ماينس 4. البسط 4 ماينس 8 بلس 4، في المقام 2 باور 4 16، 3 تايمز 2 باور 2 4 يعني 12 ماينس 4. في البسط 4 ماينس 8 بلس 4 يعني 8 ماينس 8، وفي المقام 16 ماينس 16 equals 0 over 0 indeterminate form، صيغة غير محددة. لذلك لابد نستخدم تكنيك لإيجاد الليمت. نبدأ بالفاكتورايزيشن مباشرة بعد الدايركت سبستيتيوشن. ليمت الفانكشن when x approaches 2، ونحلل البسط ونحلل المقام. في البسط في x سكوير ماينس 4x بلس 4، يبقى بالفاكتورايزيشن x و x الكونستانت بوزيتيف، يبقى الاشارتين مثل اشاره الوسط، محتاجين حاصل ضرب رقمين 4 ومجموعهم 4 2 و 2. في المقام عندنا x اس 4 والكوادراتيك تيرم في x سكوير، في عندنا كونستانت، يبقى هنحلل x سكوير و x سكوير. إشارة الكونستانت نيجاتيف، يبقى في إشارة نيجاتيف وإشارة بوزيتيف، محتاجين الفرق 3 وحاصل الضرب 4، وبالتالي 1 تايمز 4 إشارة النيجاتيف هي الأكبر، يبقى ماينس 4 وبوزيتيف 1. عشان نشيك هنا نيجاتيف 4x سكوير وهنا بوزيتيف 1x سكوير، الفرق نيجاتيف 3x سكوير مثل الترم اللي في الوسط. ما نقدرش نكنسل اي قوس من البسط مع اي قوس من المقام، ولكن نقدر نعمل تحليل للx سكوير ماينس 4 في المقام، فده هيديني، نكتب على سطر جديد، هيديني limit when x approaches 2. في البسط ما غيرناش حاجة، x minus 2 في x minus 2. المقام عندنا x square minus 4، نقدر نحللها لفرق بين المربعين x minus 2 في x بلس 2، ويفضل الاكس سكوير بلس 1 ما يتحللش. اقدر اشطب الاكس ماينس 2 من البسط مع اكس ماينس 2 من المقام. ده اللي كان عامل لي ازمه، لان لما بعوض ب 2 كان بيبقى 0 فوق و 0 تحت. استيل في عندنا قوس في اكس ماينس 2 هيديني صفر، بس مش مشكله دلوقتي. 2 ماينس 2 تقسيم 2 بلس 2 4 x سكوير 4 بلس 1 يبقى 5. الناتج، او خلينا نقول احنا عوضنا خلاص، الناتج هيكون في البسط 2 ماينس 2 بزيرو، في المقام 20، وزيرو تقسيم اي قيمة خلاف الزيرو بزيرو، وبالتالي قيمة الليمت زيرو، ودي قيمة ديفينيت معروفة. وبالتالي الفانكشن الجديدة اللي هي بعد ما حذفنا الأقواس المشابهة اللي هي مثلا g of x، الليمت
لها عند الـ x equals to بزيرو. الـ function f الأصلية لما عوضت فيها بالـ 2 ادتني indefinite indeterminate form، مكناش عارفين نحسبها. استخدام الفاكتورايزيشن أكثر من مرة قدرنا من خلاله نشيل القوس اللي مخلي البسط بصفر والقوس اللي مخلي المقام بصفر اللي كان مديني indeterminate form. لما شلناها ستيل عندنا قوس في البسط اداني صفر، ولكن المقام خلاص مش هيساوي صفر. ممكن يحصل العكس، ان البسط يبقى بقيمة والمقام بصفر، واي كونستانت على صفر هيديني يا بوزيتيف يا نيجاتيف انفينيتي. برضو هنعرف نحدد الليمت. المهم بالفاكتورايزيشن شلنا القوسين اللي يخلي الصفر تقسيم صفر يختفي من السؤال.